مرن عضلات البكور انا مومن ودماغي طلبك ما تروحوا جيم مرن عضلات البكور انا مومن ودماغي طلبك كلكم ساعة افرح في الابيض كاتب النهارده نبدا فيديو جديد معاكم عبدو نينجا والكومي بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وفعل الجرس ويا ريت يا جماعه توصلوا بيه ل 500 لايك. فكره الفيديو جايب لكم تجمعات سمر المدني على مهرجان يا اخويا. انا نفسي انام ما اصحاش ما تروحوا جيم. هو يا جدعان جبنا لكم الفكره دي عشان ده طلبكم انتوا والمهرجان لسه ما نزلش. ها؟ فانتوا بقى اعملوا لايك واشتركوا في القناه قبل ما نبدا الفيديو كده ويا ريت يا جماعه توصلوا بيه ل 500 لايك. يلا نبدا بقى الفيديو ما نضيعش وقت. انت يا جدعان شوفوا الفيديو ده للاخر عليكم قوي. يا رب نبدا بقى الفيديو ما نضيعش وقت. ما تروحوا جيم مرن عضلات قلبكم انا مؤمن ودماغي طلباكم كلكم كلامي هيغرقكم في بحركم علشان انا سفينه وما بعطل. ما تروحوا جيم مرن عضلات قلبكم انا مؤمن ودماغي طلباكم كلكم كلامي هيغرقكم في بحركم علشان انا سفينه وما بعطل. ما تروحوا جيم مرن عضلات قلبكم جاي بندو. انا عامل بلوك لناس كتير بقى عايز اسمعهم حاجه حلوه. قول لهم ايه بقى؟ وعملت بلوك لاصحابي عشان سايقها في غيابي بدو المر علشانهم وهم بيحبوا عذابي يا صحبة كلاب ما تتعاشروش بقى انتوا عشان شطبتوا قروش انتظرونا انتظرونا يا احمد. مبروك الكليب. مبروك الكليب الجديد بقى بيقول ايه بقى؟ يا ريحانة كلها مني غيرانة ما انت بتسحري بأمانة لو اغيب اشوفك قلقانة في خيالي. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس ويا ريت تكتب كومنت حلو زيك ويا ريت توصلوا الفيديو ده 500 لايك ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.